بكل أطيافها ودون مبالغة. قد قامت خلال السنة الجامعية الماضية بجهود كبيرة في جميع المجالات، وهي مشكورة على ذلك، على كل الإنجازات التي قامت بها. الاتصال التنظيمي، يتفضل مشكورا السيد المدير الجهوي للجمارك. إذا شكرا جزيلا لكم على هذه الصورة، وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة انطلاق السنة الجامعية الجديدة 2022-2023. احنا القال في الحقيقة قمنا بهذا الحفل، هو حفل تكريمي لتحفيز أبنائنا الطلبة على البذل المجهود أكبر من أجل الرفع من أول حاجة المستوى التعليمي نتاعهم، كما قال السيد الأمين العام، من أجل بعث الفرحة والسرور على الوالدين، وكذلك من أجل مستقبل زاهر لأبنائنا الطلبة. في الحقيقة نحن حاولنا على كل حال أن نوفر ما يمكن توفيره بالنسبة لإنجاح هذا الدخول الجامعي من ناحية المادية ومن ناحية المعنوية. احنا متأكدين باللي الطلبة تاعنا رايحين يكونوا هما إطارات ومسؤولين الغد اللي يستلموا إن شاء الله مشعل للأخذ بيد بلادنا العزيزة إلى مستقبل راقي. يوم 17 سبتمبر 2022، حفل تكريم أبنائنا الطلبة، وكذا حفل افتتاح السنة الجامعية 2022-2023، بحيث في هذا اليوم سوف نكرم أبناء الطلبة المتفوقين للسنة الجامعية 2021-2022 والحاصلين على معدلات عليا. نذكر أنه هناك 54 طالب مكرمين في طوري الليسانس والماستر. خلال هذا اليوم إن شاء الله ستطلق دراسة في جميع الأطوار بمختلف الكليات والمعاهد إن شاء الله. تم استدعائي اليوم لتكريمي من طرف جامعة الشيخ العربي التبسي بمناسبة تفوقي في الدفعة. اليوم 17 سبتمبر 2022 الإعلان عن افتتاح السنة الجامعية الجديدة بجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي. طبعا هذا الافتتاح جاء على شرف تكريم الطلبة الذين تخرجوا العام الماضي، الطلبة الأوائل، وجامعة الشيخ العربي التبسي دأبت على مثل هذه المناسبة. إذن وفي نفس الوقت الإعلان عن انطلاق الدروس فعليا في جامعة الشيخ العربي التبسي. تم اليوم الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي 2022-2023 بالمسمع الجامعي الشهيد الشيخ العربي التبسي، وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية والولائية لولاية تبسة. نتمنى الموسم الجامعي ممتاز لطلباتنا الأعزاء، كما لا يفوتني أن تقدم جزيل الشكر لجميع الطاقم العمالي لمديرية الخدمات الجامعية والإقامة التابعة لها. بمناسبة افتتاح السنة الجامعية الجديدة، نتقدم بأحض التهاني لكافة طلبتنا الأعزاء والأسر الجامعية كافة.